السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا رفيق واحد وين يتكلم على قضية يعني اللوبي المغربي، وقال هذا هكذا علق، وين نقولوا بلي هكذا وين علق تحت رحمة يعني اللوبي المغربي. هو إعلامي جزائري يتكلم هذه. احنا قبل نبداو ما تنساوش بارطاجونا الفيديو، عطونا جيم كومنتير، عاونونا باش نطيحوا التبليغات اللي راهم على قناة شوبير ديزاد. اليوم وين انا رفيق واحد نجي معاك في الطرح تاعك، والله لا نجي معاك في الطرح تاعك، بصح انا كي نبقى نتبع فيها على بالك بلي شكون اللي خلى الاتحادية الجزائرية وكرة القدم الجزائرية والرياضة الجزائرية خاصة في كرة القدم اللي خلاتنا ندخلوا في دوامة تاع مشاكل، خلاتنا نبانوا ضعاف، خلاتنا وين نجروا وراء يعني منصب في الاتحاد الافريقي بعد ما كان عندنا 64 موظف في الاتحادية الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وكان عندنا 12 رئيس هيئة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. هذه كاع كنتو تكذبوا فينا، مي كان زاتشي يخرج وكانت قناة النهار تخرج وتدعم كلام زاتشي، ما قالولوش يا ودي شراك دير على الشيطان، انت كي راك تراسل في الاتحاد الافريقي باش يقلع هذا الاعضاء ويقلع هذا الموظفين، ولاو يكذبوا فينا ويسبوا فينا ويدعموا في زاتشي اللي كان يراسل في حامد احمد، يقول له قلع لي هذوك ما عندي ما ندير بهم. واو لله. وحمد احمد شا قال له في ذاك الوقت؟ قال له دير في راسك الا قلعت هذو، قال له الخدمه تاع الرجاله، قال له كيما الحاج محمد راو رواه، قال له راه من 2000، قال له راه من 1995 هو يخدم عليها ولا يدمر غير بشويه، دمر واحد يعني غير موظفين، دمره منا دمر هذاك منا دمر منا دمر منا دمر منا، ومن بعد مين يدخل ومن بعد مين كسبنا قوه كبيره، حاربوا الحاج محمد راو رواه بايادي مجوسيه هنا في الجزائر الرب العالية. انا كي اليوم نحصل نهار لي الحاج محمد راو رواه كيفاش خدموا ضده، خدموا ضده، رسلوا سلال لافريك بلي يا ودي الحاج هذا احنا خاطينا، رسلوا ماجر دار في شمال افريقيا ودار يعني في لافريك في بعض المناطق في الدول في افريقيا بلي الحاج هذا خاطينا، تعقلوا عليها ولا ما تعقلوش؟ يعني حاربوا الحاج بكل قوة، حاربوا الحاج بكل قوة، حتى وين خرج انيس رحماني الله يحرقك في 2017 شتا قال له؟ قال له تبقى غير نتايا اللي ما غاديش تدور في الرياضه الجزائريه، يقول للحاج محمد راو راوه وين كانوا يخموا هذا الاخطر عصابه باش يقتلوا الحاج محمد راو راوه، هذو ولاد الحرام. اليوم كيفاش تجي اي روح قول لك راني نهدر معمد عليها كيما هذه حقيقه كي راني نهدر فيها. الناس واش دارت؟ الناس واش دارت؟ حطموا. يوم انا تجي انت دروك تجي تهدر تجي انا نحترم رفيق واحد، نحترمه بكل احتراماتي عليه، بصح شتايا رفيق واحد راني معاك في الطرح تاعك، بصح انا نعطي حاجه واحده اخرى، نزيد حاجه واحده اخرى اللي بالك ما ينجمش يهدر فيها في الاعلام، انا نهدرها، انا غادي نهدرها. يعني وين كانت مؤامره منا من الجزائر خرجت عليها، كانت نعقلها سبحان الله، كانوا يصفقوا لفوز لقجع كمال مهوي غير هنا راه في سيمانه وسيمانتين، عاود خرج قال لهم لا وخسر، بصح قلنا كي خسر يا رفيق يا كي يسمو كمال مهوي كي خسر الحاج محمد راو راو حبسوا الطياره هنا، كاش تيلا 12 رئيس هيئه ما يروحش يفوطي 12 رئيس هيئه، 12 رئيس هيئه كان عندنا 12 رئيس هيئه، كاش تيلا كان عندنا 12 رئيس هيئة، وشكون اللي ملاحظ تاع الفوت؟ شكون هو؟ شكون؟ شكون هو؟ شكون؟ اللي كان في لجنة التحكيم في الفيفا شكون؟ مشرارة صاحب الحاج محمد راو راوة، مشرارة، ومن بعد يخرج يقول لك ياه أو يقول لك أو رانا نخلصوا تبعات الحاج محمد راو راوة مشى مع عيسى حياته، ما تكذبوش يا الحمير.
ميكمل الفوت الحاج محمد راو راو كاين وي نو كاين عيسى حياته وكاين حمد احمد. الحاج محمد راو راو تالمو ذكي كذب تاع عيسى حياته عطاها لحمد احمد بلي انا فوطيت عليك خالص عليه في 2012 لي واحد ما ينجمش يهدرها هذه واحد ما ينجمش يهدرها. الحاج محمد راو راو جاب حمد احمد هنايا قال له عمليه جراحيه وقال للسلطه قال لهم هذا اللي غادي يكون رئيس اتحاديه في الف في الفوت تاع 2017 قال لهم هذا هو بصح بعد 2014 يعني جر القلم بداو يحطموا هما ما بغاوش الجزائر تتاهل كاس العالم 2014 هنا في الجزائر وين حاولوا بكل طرق باش الجزائر ما تاهلش يعني لولا كما يقول لك ربي الاولى وقوه الحاج قوه الله سبحانه يعني ودهاء الحاج محمد راو راو اللي ثلاث اشهر ما دخلش لداره ما دخلش الجزائر لا كاف الفيفا لا كاف الفيفا لا كاف الفيفا واهل الجزائر اهل الجزائر هذه تاريخ غادي يهدرها غادي تاريخ يهدرها هذه. انا اليوم ما نجيش نسمع البهلول ولا نسمع الواحد هذا هذا مسيلمة الكذاب كنت تقول له بهلول وين كان ما على بالوش يعني يهدر اسم بهلول ما على بالوش. المهم يدير لكم فيديو المهم تدخلوا ديروا جاب كومونتير هو يروح يخلص وصايك هذا مكان هذه هي هذه هي ويتلقى اموال من عند العصابه هنايا ايوا. المهم اسمعوا تشوفوا واش هدر رفيق وحيد ومن بعد سهله تشوف لاكاف وي سي فري لاكاف في قبضه المغرب اللوب المغربي وخلاها تاخذ قرارات مش قانونيه وفقد لها المصداقيه تاعها لاكاف يعني فقدت المصداقيه. ويمكن نتكلموا على لا كوميسيون تاع الكلوب لي فاليدات المايو باش تستناو واحد الدور على رايها. حنايا القضيه تاعنا فدناها للطاس حنا دوك يعتمدوا الخارطه الوهميه ما يعتمدهاش ما يهملهاش. حنا خرجنا من لاكاف اون ايبويزي دو فوا دو ركور ورحنا محكمه لوزان. محكمه لوزان ستنظر في القضيه يوم 13 نوفمبر يزون جيملي لي دو زافار اسما فاف كونتر لاكاف الاتحاد المغربي ونهضه بركان لو 13 لوديسيون ديال بيتيت جات بيتيت لو 14 لو 13 نوفمبر بيتيت سور بلاس يخرج ولا دو جور ابلا 3 جور صافي. حنا نستناو الطاس ما يهمناش كامل هاد خلاص لا كوميسيون هاد لا كوميسيون حاكمها موريتاني احمد يحيى حنا الله جايين مع موريتاني بيان مشى لموريتاني ضد الجزائر هو اللي فاليدا الى انسيست كي نسلمك على كافا على كافا ديال ما عندهاش المصداقيه ميم كي درنا حنا لو ريكور هرب هو كي ولات ميدياتيزي مع قبلها باسكو ما كانش ميدياتيزي كي ولات ميدياتيزي هرب وخلى الفيس بريزيدون يعاود يعني يرفض الطعن على الجيري صافي دو موريتانيا هذا حنا عندنا علاقه طيبه لي زامي دو الجيري مي بصح لا موريتانيا ضد الجزائر يمشي مع المغرب ماشي مشكل انا بالقانون يعني ما يهمنيش كاين بالقانون لاكاف هذه ما عندهاش مصداقيه بلي ستاتيو تاعها عامليك مازال كاين قوانين رافعه في العالم الحالي كلمه بلي ستاتيو باسكو كي تروح للطاس سمحوا لي كي تروح للطاس يا امين كي تروح للطاس الطاس تجي قضايا من لاكاف الاتحاد الاسيوي الاتحاد الاوروبي امريكا لو كان تاخذ قرار ضد القانون لانه القمصان هذه تاع الخريطه الوهميه راهي ما تصيبك حتى قانون روح الحمد لله هو راه كاين قوانين كاين بصح خلينا حنايا الناس اللي خلاتنا نبانو ضعاف ونبانو ما نعرفوش واش كاين في دهاليز كرة القدم الإفريقية شكون هما جيبها من زاتشي ورواح راني نقول زاتشي نتا زاتشي نتا نتا أنا واحد قريب بزاف لزاتشي قال لي مشي هو قال لي حداد كان يتحكم فيه هو يسني يقول ما على باليش به كون قالوا أنا ما عنديش خيانة لبلادي انا مانيش خاين لبلادي انا بلادي عطاتني وزينات بلادي ديت الدراهم بلادي ديت 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 انا ما نخونش بلادي بصح هادو قاعدوا يخونوا في بلادهم قاعدوا يخونوا في بلادهم اليوم لازم تخلص اليوم يا سي زاتشي لازم تجبد شكون اللي قال لك رفد يدك لو 2021 لو 12 مارس شكون اللي قال لك رفد يدك من القطر شكون اللي عيط لك شكون ولا اللي يرسل لك ميساج شكون شكون لازم تجبدوه لازم يجبد من تحت ارطال الارض والله لا نجبد والله لا نجبد انا نقول لكم والله لا نجبد الجزائر ما ماتوش عليها قطوطه ماتوا عليها رجال الجزائر ماتت عليها رجال الجزائر ما ماتش عليها طوبة الجزائر ماتوا عليها رجال الجزائر الدم تاع رجال سالا باش تجي نتايا تخون باش تجي نتا تخون دراهم وتروح باي باي والله ما تروح والله لا وليت
واللي ما يوليش يتبهدل نبهدلوه، هذه هي متالي. كان لا رحمه لا والو، ما كاش العاطفه، قد تخلص.